سؤال يا شيخ، يعني هل يجوز للمرأة أن تؤم غيرها من النساء؟ نعم، يجوز للنساء أن يصلين جماعة، ولكن هل هذا سنة في حقهن أو مباح؟ بعض العلماء يقول أنه سنة، وبعض العلماء يقول أنه مباح، والأقرب أنه مباح، لأن السنة ليست صريحة في ذلك. فإذا أقمنا الصلاة جماعة فلا بأس، وإذا لم يقمنا الصلاة جماعة فهن لسنا من أهل الجماعة. نعم.